شوها؟ مو بقيان رز؟ رح دق وصي جيبولي بسرعة. مرت عمي بتفرح إذا رجعت ولقيت الأكل جاهز. اجي يا قولي. أكاش بدي رقم عامل التوصيل لأنه مو بقيان عنا رز أبدا. جيا ليكي أنا ما معي رقمه، بس مكتوب بدفتر على مكتب أرجون هنيك، رح تلاقي هذا الدفتر بتلاقي فيه كل الأرقام. ماشي رح شوف. ماشي. شبك لسه لهلأ ما لبستي؟ شو نسيتي إنه في عنا حفلة؟ استعجلي شوي. يلا ما بتأخر عليك. يلا رانو، ماما ما بتحب إنه نأخرها. معقول جيا تروح على غرفتي؟ وقتها شو بده يصير؟ رح بتلاقي دفتري بدل هداك الدفتر. Thank you.